السلام عليكم ورحمة الله. موضوعنا النهاردة عملي أكتر منه نظري، تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، وخير الناس أنفعهم للناس. موضوعنا النهاردة عملي شوية، هو المشاركة، ومشاركة في المادة المرئية. المادة المرئية يعني تلفزيون، يوتيوب، فيديو على الفيسبوك، أيا كان. هنضرب 3 أمثلة عشان نعرف إزاي بيكون التطبيق العملي لإن أنا أكون مشاركة إيجابية. الـ3 أمثلة النهاردة هيكونوا معانا عبارة عن مشاهدة مباراة كرة قدم يعني غالبا مع أصحابك، أو مشاهدة فيلم كرتون مع أطفال سواء أولادك أو أخواتك أو أيا كان يعني من أقربك. آخر حاجة هناخدها أو تالت حاجة يعني اللي هي مشاهدة فيلم مع الأهل أو مع الأحباب يعني. هنبدأ بالأصعب، وطبعا الأصعب هم الأطفال، مش عشان لأن الأطفال بيحتاجوا فعلا حد يكون قارئ ومتخصص في التعامل أو عنده القدرة والموهبة في التعامل مع الطفل. نبدأ بقولنا إن هنشارك أطفال أو طفل معين وفي مشاهدة فيلم كرتون. طبعا الطفل في الغالب يعني بالفطرة كده ذكي جدا، فدي الصعوبة في التعامل معاه، ان انا ازاي هوجهه او ان انا ازاي هشارك بإيجابية مع الطفل. فابدأ ان انا انزل كأني طفل صغير، وابدأ دايما بان انا بسأل، يعني انا بحاول اخليه هو يعلمني. الطفل عنده اشباع ورغبة ان هو يحس ان هو بيعلم واحد كبير، فدي بالنسبة له حاجة جذابة، حاجة بتشد يعني، لأن التوجيه المباشر للطفل غالبا بيجيب نتائج عكسية. يعني أنا لو شفت طفل مثلا بيتفرج على فيلم كرتون بيحض على العنف أو فيه سلوكيات مش كويسة، إن أنا راح أقول له إيه ده وحش، ده ما تتفرجش عليه، ده عيب، غالبا يعني حتى لو سمع كلامك بيبقى مش مقتنع أو بيبقى متضايق من طريقة التوجيه. فلازم أتعامل كأني طفل صغير معاه وأخليه هو يعلمني. يعني مثلا هو بيتفرج على فيلم توم وجيري، فهو ده اوف هو توم بيضرب جيري ليه؟ ليه كده؟ قال لا يا بابا سرق الجبنة، سرق الجبنة منه. يعني دي الجبنة دي بتاعت توم، لا 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 ده توم أصلا لسه سرقها من التلاجة. اوف طب ما احنا كده حرام كده، دي الجبنة مش بتاعتهم هما الاتنين. وهكذا يعني، ده كان مثال. فالمقصد دايما واللي هيبقى ناجح إن شاء الله مع الطفل إن أنا أنزل لمستوى، يعني انزل بفكري كاني طفل عشان انا اقدر اوجهه للحاجه اللي انا عاوز اوجهها له باسلوب غير مباشر. نيجي بقى للحاجه التانية، ودي بقى انت اللي تقدر تحددها، اللي هو مشاهده مباراه مع اصحابك، مع الشله، مع اللي ايا كان، اخواتك اللي بتتفرج معاهم على الماتش. فحريصين طبعا دايما ان احنا الماتش حاجه مباحه وترفيه، فما ما يبقاش بقى ان احنا ناخد سيئات حد فينا عصبي، حد بيشتم يقنع حط يا حمار. طب ليه؟ برضو في الموقف ده التوجيه والنصح المباشر انت ادرى بقى، يعني ينفع ولا ما ينفعش؟ هو غالبا مش هينفع، فابدأ بنفسك يعني، خليك انت النموذج اللي انت عايز تشوفه في مشاهد المباراة. اوف يا مسهل يا كريم، متعادل ان شاء الله الماتش الشوط الثاني بإذن الله. اوه يا ابن الذين امنوا على يمينك فاضي ثرو. هكذا يبقى بالصراحه، اوه ان شاء الله يا ما شاء الله صاروخ الولد ده، ربنا يدي الصح. فكده انت بقيت مثال للي انت عايزه في الفرجه على الماتش، فكده بطريقه غير مباشره خلاص يعني، لو حد هيشتم حد هيعمل، انت بتأدي النموذج الثاني المقابل اللي هو انت عايزه يبقى متواجد في الجو ده. آخر حاجة بقى إن أنا بتفرج على فيلم مع أهلي، مع أصحابي، مع أهل بيتي، مع أصدقائي، برضو زي ما قلنا مشاركة وإيجابية، أكون جليس حامل المسك وبشكل غير مباشر، يعني ما يبانش إن أنا جاي في القعدة هقلبها وقتها هتقلب علينا بقى درس ديني، لا مش بالطريقة. برضو الموضوع عندك هي إزاي توجه وإزاي تبقى حامل المسك بشكل غير مباشر. يعني مثلا
الافلام بشكل عام هتلاقي لو ركزت شويه، ما البطل مثلا لما يتضايق ولا تحصل حاجه مشكله على طول يروح يسكر عادي. وخد بالك انا، انت بتخش بالك في وسط الاحداث ان هو بيسكر، يعني بيرتكب ام الكبائر، بس احنا قاعدين بنضحك لانه اسماعيل ياسين كده يعني، اسماعيل ياسين وبتاع ايه انا جدع. فهي ومثلا الحاجه الحديثه الليمبي وبتاع، فخطيبته سابته فلازم الراجل يسكر، ده الطبيعي. ف بشكل غير مباشر لازم نوضح ان لا، ده ذنب، ده هو لو كل واحد فينا بقى هتقابله مشكله هيسكر، كان مش هتلاقي حد صاحي اساسا، كلنا سكرانين. مثلا برضو في فيلم اسماعيل ياسين في الاسطول، ودي بقى درس عملي للي بيتفرج واللي بيشاهد. اسماعيل ياسين كان معاه عبد المنعم ابراهيم، وعبد المنعم ابراهيم كان طالع بدور ممتاز، انا كان اسمه عبد البر. في التدريب بتاع السباحه، ركز بقى مش قد ايه ليك انت، كان اسماعيل ياسين طبعا خاف ينزل يعوم وكده، فلما نزل واتزق يعني كان بيقول ايه، بيندع على عبد البر، فقال ايه، يا عبد البر يا عبد البحر. الجمله دي بقى تقولوا لنا ايه الغلط اللي فيها، وجزاكم الله خير.